ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا بحول الله حول بصائر القرآن، وهذه المرة مع قوله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، حادثة من معجزات الله جل وعلا في تاريخ الدين وتاريخ البشرية، نأخذ منها لزماننا عبرتها، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فهذا يبقى من المعجزة تربية إلى يوم القيامة، جعل الله ذلك عذابا ونكالا، تنكيل عقاب لمن اقترف تلك الجريمة في زمانها، فجعلناها نكالا لما بين يديها، وأيضا وعيدا وتهديدا للذي يقترف نفس الجريمة فيما بعد وما خلفها، وموعظة للمتقين المؤمنين الصالحين، يملأ مثل هذا قلوبهم رهبة من الله جل وعلا وخوفا وخشية، ويكون لهم ذلك زيادة في الإيمان. حادثة السبت، علم من القرآن والسنة الأحاديث الكثيرة والآيات أيضا فصلت ذلك في غير ما موطن، أن بني إسرائيل قد اتخذوا السبت عيدا دينيا لهم ولم يشرعه الله جل وعلا لهم، بل هم اتخذوه تحريفا فجعله عليهم، لأن اليوم الذي فرض عليهم إنما هو يوم الجمعة. الله تعالى جعل اليوم اللي هو عيد العبادة لكل الأديان هو يوم الجمعة، فحرفته اليهود إلى يوم السبت، وحرفه النصارى إلى يوم الأحد. أما الأصل اللي عندهم في الدين ديالهم الأول في التوراة وفي الإنجيل إنما هو يوم الجمعة، ما كانش عندهم السبت ولا الحد. السبت تحريف والأحد تحريف. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حديثا عجيبا في ذلك صحيح الإسناد، يتحدث عن يوم الجمعة في حديث طويل، يقول عليه الصلاة والسلام: هذا يومهم الذي فرض عليهم اختلفوا فيه. يعني يوم الجمعة كيقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني هذا النهار ديال الجمعة، وكان يحدثهم في يوم الجمعة هذا يومهم، أي اليهود والنصارى أهل الكتاب الذي فرض عليهم وكتب عليهم، اختلفوا فيه، اختلفوا في تحديده تحريفا من بعد ما بيانه الله جل وعلا تحديدا: هذا يومهم الذي فرض عليهم اختلفوا فيه فالناس لنا فيه تبع. احنا اللي شد الحق وهما تبعين من الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، لأن راه كان كيتكلم في نهار الجمعة على نهار الجمعة، فاليهود غدا السبت والنصارى بعد غد. ولذلك فتدينهم الكاذب ليوم الجمعة وليوم السبت تحريف وضلال ما أنزل الله به من سلطان. ولكن كان من شأن الله جل وعلا في أهل الكتاب اليهود والنصارى أنه جل وعلا قد يجعل عليهم بعض بدعهم ويحاسبهم عليها، كيقولوا غادي نديروا في الدين ديالنا كذا وكذا وكذا، وكيخترعوا شي بدع ما كيناش، كيقولوا رب العالمين إذن فهي لكم عليكم، هي لكم عبادة ولكن غادي نحاسبكم عليها. ورهبانية النصارى ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ولكن الحساب فما رعوا حق رعايتها. لما جينا نشوفوا الحساب إيه كيكذبوا، ربانية قالك عمره ما يتزوج فيتزوج بالزنا، وكنائسهم اليوم تفضح ذلك على الملأ في العالمين، وبالشذوذ وبكل ألوان الخروج عن الفطرة والطبيعة البشرية، وقال لك انقطع عن شهوة الزواج عبادة لله، كذب، فما رعوها حق رعايتها. وكذلك اليهود حينما جعلوا على أنفسهم السبت جعله الله عليهم نكالا لهم، ولكن مع ذلك هم أيضا فما رعوا حق رعايته، ولذلك حينما جعلوه على أنفسهم جعل الله لهم عبادتهم فيه، فكل تعد وقع منهم على حرمة السبت حاسبهم الله جل وعلا عليهم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وهو المسخ، مسخ من الله تعالى قردة وخنازير كما تبين أيضا في القرآن وفي السنة الصحيحة. وجعل الله تعالى هذه المعجزة العقوبة، صلى الله العافية، ذكرى وموعظة للمؤمنين، ولكن عذاب ووعيد لمن وقعت له ولمن عاش لحظتها وللذين جاءوا بعدهم ممن يصنع صنيعهم، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مسلمين، لأن الله جل وعلا قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها على الاستغراق والشمول. ولو كان الإنسان مسلما أو مؤمنا لكنه وقع في محادة الله فهو معرض للمسخ، والمسخ إخراج الشيء عن فطرته وطبيعته إلى طبيعة أخرى، حيث جعلهم الله جل وعلا قردة وخنازير. وثبت في الحديث الصحيح وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير أنه عليه الصلاة والسلام قال يكون في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف. في هذه الأمة نسأل الله العافية، مسخ أي تغيير للطبيعة الإنسانية البشرية من هيئة إلى هيئة ومن طبيعة إلى طبيعة، ويكون فيها أيضا من عقاب الله جل وعلا طبعا خسف، وهو الزلزال نسأل الله العافية الذي يبتلع المباني والناس وكل شيء إلى أسفل، الزلزال لك يضرب للجهز ويصرط يبتلع الأرض وتبتلع ما عليها، فذلك هو الخسف، ماشي كي يزلزل بشكل أفقي ويريب، لا بشكل عمودي يضرب نسأل الله العافية، وقد وقع في هذا العصر في بعض البلاد الإسلامية. وقذف، والقذف هو الرجم بالحجارة من السماء نسأل الله العافية كما وقع لقوم لوط. هذه العقوبات نسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا ممن يشهدها ولا يحضرها، هذه العقوبات تدل على أن المسلمين ستقع فيهم الجرائم التي وقعت في أهل الكتاب من قبل والتي اقتضت أن تنزل فيهم، يعني الجريمة اللي سببت أن الله تعالى عاقب بني إسرائيل بالمسخ ستكون هذه الجريمة في الأمة. ما زالت المسلمين يديروا الأمور اللي داروها اليهود في دينهم يديروها المسلمين أيضا في دينهم، بما استحقت بني إسرائيل به عقوبة المسخ فتستحق طائفة من هذه الأمة، وليست كل الأمة، طائفة من هذه الأمة عقوبة المسخ، وأيضا الجريمة التي استحقت بها طائفة منهم القذف تقع في هذه الأمة أيضا، يديروا هذه الجريمة والناس يتحدثون بهذا في إعلامهم وفي كل شيء في هذا الزمان مما يستحقون به القذف أيضا. والجريمة التي استحقت بها بنو إسرائيل الخسف أي الزلزال إلى أسفل إلى باطن الأرض، تلك الجريمة أيضا تقع في هذه الأمة أي في طائفة منها، فتستحق آنئذ عقوبة الخسف. نسأل الله العافية والنجاة لنا ولكم المسلمين أجمعين. إلا أنني أحببت أن أتحدث عن نوع آخر من المسخ، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا مسخ الهيئة، مسخ الهيئة الصورة، صورة ديال بنادم هو بنادم تولى خنزير، والله جل وعلا على كل شيء قدير، لأن الذي خلق طبيعة الإنسان قدير في أن يعجنها في رمشة عين أو أقل من ذلك ثم يصوغها صياغة أخرى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى جل وعلا. فالذي يؤمن بأن الله خلق ما خلق كما أراد أن يخلقه يلزمه حتما أن يؤمن بأن الله قدير في أن يحول طبعه وطبيعته إلى هيئة أخرى، ولا تنسخ الهيئة إلا بعد مسخ النفس، أي أنها هنالك أمرين، مسخ النفس ومسخ الصورة. فأما مسخ الصورة فأمر يفعله الله جل وعلا بالإنسان عقوبة، وأما مسخ النفس فتعد وظلم يفعله الإنسان بنفسه ظلما وجهلا يظلم نفسه، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولا يمسخ الله صورة أحد إلا إذا بادر ذلك الإنسان إلى مسخ نفسه، الله تعالى ماشي كيجي ويتعدى على شي حد، سبحانه وما أنا بظلام للعبيد، من اللي بدأ بنادم كيخسر طبيعته هو النفسانية، طبيعته النفسانية، فيصبح في نفسه ليس في هيئته ولا في صورته، لا في نفسه على نفسية الخنزير وشخصية الخنزير، يفقد الغيرة على أهله وبناته ونسائه، هذه خنزيرية، صفة نفسانية خنزيرية، يفقد الغيرة على دينه، يفقد كل معالم قيم الحق، يفقد كل الفضائل،
يتبهام إذن يصبح بهيمة. ومن شر البهائم الخنزير، وقد علمتم ما قال الله جل وعلا في القرآن العظيم. فماذا يفعل الحق جل وعلا؟ كيوري لنا، يفضحه، كيقول لنا شفتوا هذا بنادم، هذا رأى الحقيقة دياله هي هذه، ويحول هيئته إلى ما يوافق نفسيته. فإنما مسخ الصورة لتوافق النفسية، كيوريه ويوري الناس بالمرايا الربانية ها الصورة الطبيعية الحقيقية دياله هي هذه. فإنه خنزير، لقد مسخته لكم خنزيرا لتعلموا أن ما هو خنزير. فهذه هيئته التي تناسب شخصيته وطبيعته ونفسيته. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يادي حتى يغيروا ما بأنفسهم. والتغيير لم يرد في القرآن إلا دالا على التحويل من الخير إلى الشر، والعكس غير صحيح. يعني الإنسان من اللي كيحول نفسه من الخير إلى الشر فقد غيرها تغييرا، هذه الدلالة ديالو في القرآن. ولذلك يقال للمصائب في العربية الغيار، غيروا الظهر وغيروا الزمان أي مصائبهم. وما زال كنستعمل هذا التعبير في العامية ديالنا المغربية، وهي عربية أصيلة قديمة. كتقول له غيروا، غيروا يعني قنطوا حزنوا وبكاه، عربية قديمة حقيقة، لأنه أصابه بمصيبة وهي الغيار. إن الله لا يغير ما بقوم أي لا يصيبهم بمصيبة في أنفسهم وأبدانهم وأموالهم إلا إذا أصابوهم أنفسهم بتحريف وتغيير ومسخ في أنفسهم وفي حياتهم ومعاشهم. ولذلك فالله جل وعلا يخرج له صورته الطبيعية الحقيقية آنئذ المناسبة لنفسيته فيفضحه بذلك. وفعلا نرى أن الناس كثيرا من أمة الإسلام مع الأسف في هذا الزمان قد مسخت أنفسهم. أما المسخ النفساني فواقع حدث به ولا حرج. عدد كبير من الأمة منهم من هو على هيئة خنزير على المعنى النفسي ماشي البدني، ومنهم من هو على صورة الصورة النفسية على صورة حمار، وسأذكر ذلك في الحديث الصحيح، أو على صورة كلب، أو على غير ذلك من البهائم التي يأنف الإنسان أن يقترب منها أو أن يتشبه بها. كثير من الناس هم نفسيتهم على هذه الهيئة، هذا مسخ نفساني. ومثل هذا الوضع لا يأمن معه الإنسان أن يمسخه الله من حيث صورته المادية، من بعد ما مسخه هو اتخذ القرار أن يعيش عيشة الحمار أو الكلب أو الخنزير. وحديث الرسول الصحيح عليه الصلاة والسلام، وقد خرجه أيضا الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، إن الله يبغض، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة. جعذري إنسان قاسي شديد غليظ القلب، لا يألف ولا يؤلف، تروح بمقدر عشره لسوء خلقه ولظلمه ولشدته، الشر كله اجتمع فيه. والجواظ هو الذي يجمع المال من الحرام، جماع للمال، مهيف على الدنيا، لا يهمه مصدره أمن الحلال أم من الحرام، لا يفرق فيه بين حق وباطل. جواظ هذا يبغضه الله، إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب في الأسواق. السخب بالسين وبالصاد كلاهما بمعنى واحد، هو الضجيج، معمر السوق بوحده، يسب يلعن يشتم يغوت يدبز، ماله يريد فقط أن يكسب مالا ولو بالطرق الحرام. سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، لأنه ينام على غير صلاة وعلى غير طهارة وعلى غير نية العبادة، هذا ميت. والموت ديالو شبه ما يكون بموت اليهود والنصارى، جيفة، لأن الكافر لا جنازة له وإنما له جيفة، جيفة بالليل، حمار بالنهار، لا يكون في هيئته زعما الصورة ديالو راه حمار، لا، وكي النفس ديالو النفس ديال الحمار، لا يفكر إلا في بطنه وفي جنسه لا أقل ولا أكثر، ويجمع لذلك كل وسائل الحرام التي تشبع غرائزه البهامية الحيوانية. حمار النفسية ديالو نفسية الحمار، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذا مسخ، هذا مسخ، ليس مسخ للصورة هنا ولكنه مسخ للنفس،
والمسؤول عن مسخ النفسي الإنسان، هو كيتخذ القرار وعياذ بالله باش يعيش عيشة الحمار أو الخنزير أو الكلب أو ما تعلمون من البهائم من شر خلق الله جل وعلا. عالم بالدنيا يعني ما كاينش اللي يديرها به، بنضي هذا المعنى، ولكنه جاهل بالآخرة، لا يعرف طريقا سالكة إلى الله أبدا، لا يعرف طريقة ولا طريقا سالكا إلى الله أبدا، جاهل بالآخرة في خطرة، لا يعلم لله سميا ولا يعلم مسلكا إلى اليوم الآخر، ولا هو يأبه بذلك كله، جاهل بالآخرة، ما عنده غرض. هذا مسخ، هذه مش وضعية ديال بنادم الطبيعي، هذا دون مستوى البشرية والإنسانية، هذا أقل من بنادم، أقل من إنسان. أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام في الحقيقة تعبد خالقها جل وعلا، ولذلك قال جل وعلا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، ونحن الذين خلفهم، الأمة التي لحقت الأمم السابقة وختمت مسيرتها هي أمة المسلمين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. المؤمن الذي يرى بنور الله ويبصر بحقائق القرآن وببصائره تقع في قلبه الرهبة حينما يقرأ آيات المسخ في القرآن وحقائقه في السنة. المؤمن يخاف، لما؟ لأن المتكلم هو رب العالمين، وحينما يقول الكلام فإنما يقول حقا، فإذا أوعد من بعد تلك الأمة فوعيده حق. لما يقول جل وعلا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، فإذا الاتجاه إلينا، المؤمن يتقع بقلبه الرهبة فيراجع نفسه ومجتمعه والبيئة دياله، هل فينا خصال بني إسرائيل التي كانت من قبله؟ قطعا فينا، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. أحد الخطران النبي صلى الله عليه وسلم غادي مع الصحابة دياله، وشافوا كانوا الصحابة كان الإسلام بقي جديد مراحل الأولى، وشافوا الكفار كيعبدوا واحد السدرة كيعلقوا عليها الشراوط والخيوط كما يديروا الناس في هذا الزمان في الأضرحة مع الأسف، ويرجون بذلك أن ترضى عنهم هذه الشجرة ويتبركون بها إلى آخره، كتسمى ذات أنواط. الأنواط هما الحبال والشرايط اللي كيتعلقوا، أناط الشيء ينوطه علقه، دل الزرير والحبال والدليل كيعلقوها في ديك الشجرة، كل واحد كيجي يعلق الخويط ديالو تبركا، فكانوا يعبدونها في الجاهلية. فلما رآها صحابة رسول الله يعني بعضهم عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، ديرنا حتى احنا شي شجيرة بحال هذه. عجبتهم، ليس كل الصحابة طبعا، وإنما بعضهم ممن لم يكن الإيمان والإسلام قد توطن في قلوبهم بالشكل المتين، فكبر النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، كبر لما أعلمه الله به من الحق، كان رب العالمين أخبره قبل ذلك في كتاب الله وفيما أوحى إليه من السنة أن الأمة ديالك ما زال يتبع ذاك الشيء اللي دازوا فيه، ليهود ونصارى من قبل نقطة بنقطة، حذو القذة بالقذة، حرف بحرف، عود بعود، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معه. وخي دخل الغار ديال الضب ندخلوا حتى احنا في غار الضب. ما معنى غار الضب؟ زعما الضيق الحرج، وكثير من الأمور عليها اليوم اليهود والنصارى هي ضيق وحرج، وإحنا داخلين معهم في الضيق والحرج. شحال المراخصة ديال الوقت باش تخرج اليوم الصباح ساعة المقانة قدام المرايا، الضيق والحرج فعلا، فقط لأن اليهود والنصارى يفعلون ذلك نفعل ذلك نحن، وماشي غير الضب هذا فعلا. وكثير من العادات فيها الضيق والحرج في الرجال والنساء، كثير من العادات ضيق وحرج فعلا، يعني العادة الشديد، ومع ذلك خاص الأيام ديال البرد الشديد وتخرج مقزبة، الضيق والحرج شكون يكلفك؟ لأن العادة اقتضت ذلك، عادة اليهود والنصارى. هذا غار الضب وجحره، فكبر النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف بعينه وسمع بودنه اللي قالوا الصحابة، قالها قوم موسى من قبله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سيدنا موسى غادي بالقوم دياله إلى ميعاد الله جل وعلا الذي ضربه له سبحانه وتعالى، وغاديين دابا يحصر لتكليم رب العالمين ولسماع كلامه سبحانه وتعالى في الميقات المعلوم،
ودازوا مع اليهود هادو المسلمين ديالهم انا اذن شافوا الناس كيعبدوا الاصنام قالوا لموسى دير لنا حتى حنا الهه بحال هادو نبداو نعبدوهم انتما عاد نجاكم الله من فرعون لان كانت القصه بعد نجاتهم من فرعون وبعد اغراق الله فرعون في اليم فهذه الامور التي وقعت لهم وقعت للامه وما لم يقع فيها وما لم يقع منها قبل سيقع بعده لأنه قال لا تتبعن لام التوكيد نون التوكيد شديدة سننا من كان قبلكم لا بد طريق اللي دزوا عليها غادي ندزوا عليها حتى احنا من حيث الأخطاء ومن حيث المصائب نعوذ بالله منها جميعا مما وقع له لكن المؤمن البصير الذي يبصر بنور الله ويؤمن بحقائق القرآن يقينا وقطعا بإذن الله جل وعلا سينجو من هذا ولذلك قال وموعظة للمتقين المتقين ما معهم شيء الهضرة هؤلاء فساق المسلمين هم اللي معهم الهضرة فجعلناها نكالا لما بين يديها اليهود النصارى وما خلفها من المسلمين ولكن الفساق وموعظة للمتقين من المسلمين ففئة المتقين الصالحين العابدين الذاكرين الشاكرين المبصرين هؤلاء بإذن الله بمأمن ومنأى عن فتن ما وقع لبني إسرائيل من الخسف ومن القذف ومن المسخ فالمؤمن إذن إذ يرى حقائق المسخ في هذا الزمان فعلا تصيبه الرهبة ويخاف أن يأتي وعد الله وأمره اليوم أو غدا لأن المؤمن راه مؤمن يؤمن بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يؤمن بالغيب وهذه حقائق الغيب ناطقة واضحة صريحة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من أن يحقق الله جل وعلا ما أحققه الناس في أنفسهم من مسخين فيحققه في هيئاتهم وقد أوعد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وعيدا يكون في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف وللمسخ النفسي صور من أخطارها ومن أسوأها التشبه بالكفار إضافة إلى ما ذكرت لأن كاين التشبه البهامي يتشبه الإنسان بالحمار أو بالخنزير يفقد مروءته يفقد غيرته على دينه وعلى عرضه هؤلاء فعلا وهذا فعلا هو طبيعة الخنزير والكلاب أيضا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ولذلك حرم على المؤمن أن يتخذ كلبا في بيته لغير حاجة شرعية حقيقية كان يكون الكلب كلب صيد أو كلب رعي أو كلب حراسة ومشي يدير الكلب الموضة ويقول ودي أنا خايف من السراق وهو يعلم في قرارة نفسه أن دور الكلب عنده لاغٍ أما من اتخذه تقليدا لليهود والنصارى فقد خالف وعيد رسول الله عليه الصلاة والسلام وحرم على نفسه وأبنائه وبيته أنوار الملائكة وفتح الباب وأذن للشياطين بأن تعمر بيته بالليل وبالنهار فهي هنالك على كل نبحة يتفضل بهذا الكلب عليهم مع الأسف الشديد فمن شر المسخ فعلا أن يعشق الإنسان حياة الكلاب أو الخنازير مع الأسف راه هذا الشيء كيجي غريب ولكن راه كليه الديري أنصار أليس الآن يعيشون فعلا حياة الكلاب شيء غريب جدا يكاد العقل لا يصدقه بل منهم من يعشق أن يجامع أعزكم الله الكلاب شيء غريب هذا شيء حقائق الآن صارت يعني في الإعلام وفي الصحف شيء غريب جدا هذا الذي يقع يعني معناه أن ذوق الفطرة فقدوه هؤلاء الناس فقدوه فخطرة والمؤسف أن مثل هذه الأخلاق تتسرب الآن إلى أبناء وبنات المسلمين الذوق الطبيعي البشري ديال بنادم خلينا من المسلم دابا بنادم الذي خلقه الله خلقة متوازنة قال جل وعلا ونفس وما سواها ماشي معوجها لا سواها فألهمها فجورها وتقواها عنده التوازن وهو يقرر أيكون من المتقين أم من الفجار أما شخصيته قبل الإيمان شخصيته متوازنة حتى يكون لله عليه حجة يوم القيامة أنا أعطيتك شخصية متوازنة وأنت الذي كان عليك أن تتخذ القرار فقررت أن تكون من الفجار هذا مخالف للفطرة الطبيعية للإنسان أن يتمنى الإنسان أن يعيش حياة الكلاب وحياة الخنازير وحياة الحمير على الأسف يعني الوقت تدعو أن نتحدث بهذا الحديث لو يعني بعث شخص من علماء المسلمين في التاريخ ووجد أحد من المسلمين يتحدث بمثل هذا لا عجب من كلامه
لأن الزمان غير الزمان، ولأن الأحوال غير الأحوال. غير الناس ما بأنفسهم، غير الناس ما بأنفسهم من الفطرة السليمة ومن الدين القويم ومن الأخلاق الرفيعة، غيرناها تغييرا، فغير الله والعياذ بالله ما بهذه الأمة تغييرا. هذا شيء مرعب يقع للناس، يعني بقي شيء مسخ قد هذا فعلا. ثم يؤخذ من ذلك أيضا حينما تشيع أخلاق التشبه بالرجال في أوساط النساء، وأخلاق التشبه بالنساء في أوساط الرجال. شيء غريب، يعني شيء غريب. هذا مسخون أيضا، النفسية مسخت. تلقى شباب مع الأسف ذكور ولكن ماشي رجال، حاشا واش يكونوا رجال، يديروا ألوان تقيين على وجوههم، مكياج شباب قلادي قد البغال ويدير المكياج في وجوه. شيء غريب، والله ما كنت أصدقه حتى رأيته. شيء غريب، والخراس في ودنيه والشعر يضفرو ويدلوا المقابط ديال العيالات. إذن داك الشيء اللي عنده في النفس الإنسانية ما بقاش رجل، مسخت شخصيته امرأة، هو اتخذ القرار أن يعيش امرأة. مسخ مسخ، هذا مسخ مسخ. وراه دابا يديروا العملية الجراحية لتغيير الأجناس من الذكورة إلى الأنوثة، أو من الأنوثة إلى الذكورة. أخي شي مسخ قد هذا، ماذا ينتظر الناس؟ وأيضا المرأة تحب أن تعيش حياة الرجل وتمسخ نفسها، تتخذ قرارا في لباسها، في شعرها، في كل هيئاتها. يعني شيء غريب جدا الحقيقة. هذا كيدل على عدم التوازن الاجتماعي في المجال ديال علم النفس الاجتماعي. كيف توازن؟ بعض الأحيان كتقول ودي ربما كاين نقص في الأنوثة، إذن راه خصنا نزيدو نحيدو من الرجال ونزيدو للنساء، فإذا لذلك كاين هاد العلة ديال الرجال كيتحولوا نساء، ولكن كنلقاو أيضا النساء كيتحولوا رجال. شو وقع؟ فإذا هنالك اضطراب نفساني اجتماعي، كاين مسخ فعلا، مسخت الأنفس في الرجال والنساء، هذا مسخ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله الرجلة من النساء. الرجل من النساء يعني اللي باغية تولي رجل هي ماشي رجل. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، كلهم ملعونون. لماذا؟ لأنهم مسخوا أنفسهم، وكل ذلك من تقليد اليهود والنصارى. لأن اللي بدأ هذا الشغل اليهود والنصارى، الحياة الأمريكية حرية سميوها، تمثال المسخ، تمثال الحرية، تمثال المسخ عندهم. أكبر رمز للشيطان في هذا العصر هو ذلك النموذج الذي على مدائنه، تمثال الحرية. مش الحرية بالمعنى الإيجابي، ولكن حرية التمرد على الله، حرية التمرد على الله الواحد القهار. هذا مسخ خطير جدا. ولذلك الذي يقرأ ببصيرة القرآن قوله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يدرك أن الله يخاطبنا بهذه الآية في أنفسنا وفي زماننا هذا، لأن الله أنزل القرآن ليخاطب به كل الأجيال وكل الأزمان. وقلت مرارا ما خصك شيء تحبس النفس ديالك في القصص القرآني في المرحلة التاريخية، لأن الله تعالى ما يحكيش لنا القصص حكاية بحال الحجة، كلا، وإنما الخطاب القرآني في القصص خطاب تربوي، لأن ما فيه من السنن سيبقى ساري المفعول إلى يوم القيامة. الشيء اللي هو كيتسمى الحقائق والقوانين التاريخية، قوانين الاجتماع البشري كما يسميه ابن خلدون، هي اللي رب العالمين كينبه عليها في القصص ويعطينا الصورة كاملة باش تعرف الملابسات ديال القصة، باش ترد بالك هالعقوبة هالسبب هالنتيجة، فتكون عندك نواميس الحق وسنن الله جل وعلا التي لا تتبدل ولا تتغير. هذا الذي حصل لنا هو الذي هزمنا في معركة العصر، هذا هو سبب الهزيمة التي أصابت المسلمين في فلسطين أولا وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين. ما يمكنش، مستحيل رب العالمين يتخلى على عباده الصالحين، مستحيل. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وإن جندنا لهم الغالبون إن تنصروا الله ينصركم. إيوا القرآن هو هذا، ولكن إحنا ماشي هما هذو المسلمين، ماشي هما المسلمين. وقع فيهم مسخون عريض، ولذلك حينما شابهنا الكفار في أخلاقنا إلا قليلا استوت السيئات وتوازنت
الذنوب فوكلنا الله جل وعلا إلى أنفسنا، وأنفسنا ضعيفة، لأن لا قوة للمسلمين إلا بالله. ولذلك وقع للأمة ما وقع، وما يقع لها إنما هو لطمات الرحمة، لطمات الرحمة وصفعات التربية، كما ذكرت مرارا في مثال لأحد الصالحين الراعي الذي يرعى الغنم، وإنما يكون الراعي بغنمه رحيما حينما يشذ أحدها جانبا يناديه بالنداء، السرح كيسرح الغنم وفلت واحد لحوله ولا واحد النعجان شايمين ولا شمال تلف غادي كيعيط عليه بالطريقة دياله، فإن لم يستجب ضربه بحجر تجيه في الراس ولا في القرن تشقفه تسيله الدم، ولكن النتيجة أنه كيعود يدخل مع الجماعة ديال الغنم تخبع في الغنم، فتكون تلك الضربة رحمة به، فلا أن يسيل دمه ويجرح خير له من أن يأكله الذيب ويفضي في خطره. ولذلك ولله المثل الأعلى، رب العالمين ينادي هذه الأمة أن ارجعي إلى السرب، ينادينا بالقرآن، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، ينادينا بالقرآن، فلو استجبنا لتحل بنا الرحمة والبركات، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه لنبتليهم بالخير آنئذ وبالنعمة، أيشكرون أم لا يشكرون؟ ولكن حينما لا نستجيب ونقرر أن نتبع اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، نمسخ أنفسنا كما مسخوا أنفسهم، تأتينا لطمات الرحمة، وهي هذه الكوارث والمصائب التي تضرب بلاد الإسلام من كل مكان، غير كل بيئة وكل مجتمع وكيفاش كتصرف فيه هذه اللطمات الرحمة. لأن الله جل وعلا حينما قال وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، هذا التدمير له صور، مش ضروري يكون دائما بحرب مادية أو بحرب اقتصادية أو حصار، قد يكون تدميرا نفسيا، قد يكون تدميرا اجتماعيا، مثل ما هو حاصل لنا في مجتمعنا هذا، مدمر نفسيا واجتماعيا، لأن الفسوق والفجور طغى في الاجتماع البشري، الحياة المدنية خرجت عن حدود الإسلام وحقائق الإسلام وناقضت أصوله وفروعه مع الأسف. الناس مسلمون نعم، لكنهم ممسوخون مع الأسف، النفوس ممسوخة، ولذلك المال وفير ولا يشبع أحد، أشياء الطعام والشراب والهيئات والمتكئات كل ذلك موجود في هذه الأمة كما لم يكن من قبل، ولكن مع ذلك الكل يشكو لأن البركة منزوعة، صلة الرحم مقطوعة، يعيش الإنسان مخبتة، هل مال عنده، هل حياة المادية، كل شيء، ويصبح خاسر وينعس خاسر، كآبة اجتماعية نفسية تحرق الأخضر واليابس، بقي شي تدمير اجتماعي ونفساني بحلالة. والشباب تلقاه ما خاصه شي الأكل والشرب، ما كيموتش بالمجاعة، ويفكر تفكير غريب ويمشي له حاصو في البحر يحرق البلاد العجم، يعني وضعية نفسية غريبة جدا. ونعلم قطعا أن منهم الكثير من هو مستور الحال، مكفي مكفي، ومع ذلك حينما سكن وجدانه النموذج الأوروبي والأمريكي ما بقاش راضي عن الحياة دياله، مريض مريض، فدمرناها تدمير. أخطر التدمير هو تدمير النسيج الاجتماعي، تدمير الأسرة، ما كيبقى الأب يحشم من أولاده وما كيبقوا الأولاد يحشموا من أبهم، العلاقات الأسرية، مفهوم الأسرة، ديك التركيبة ديال الأسرة كتقطع وتمزق، هذا تدمير اجتماعي، الوجدان النفسي ديال الإنسان مدمر، تدمير نفساني، شو بقي في هذا المجتمع؟ فدمرناها تدميرا، غير كل واحد وكل بيئة كيسلط عليها رب العالمين الذي يختاره جل وعلا مما يعلم أنه هو الذي ينفعها في الرجوع إلى الله جل وعلا، صلى الله العافية. ولذلك المؤمن إذا أراد فعلا أن يجاهد نفسه في الله فعليه أن يبدأ بنفسه ويغلق الأبواب على إبليس، إن إبليس ما ساكنش فيك بالزز أبدا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولكن كيجي يدق عليك الباب وانت كتحلله، فلو غلقت الباب دونه لما استطاع ان يدخل، فوسيلته انه يوسوس، يجي ويبدا يقول لك ويحدثك دير هادي وفعل هادي وهادي احسن لك وهادي خير لك، وانت تعلم انه شيطان، لان الله تعالى حدد لك وبين لك رسوم الحلال والحرام، وتعلم ان الزنا حرام وتقع فيه، ماذا وقع لك؟ وسوس لك ابليس واقنعك بان لا شيء فيه، وتعلم ان الخمر حرام وتقع فيه، ماذا وقع لك؟ وسوس لك ابليس، وما اقترفت جريمه الزنا او الخمر او الربا او غير ذلك من المحرمات والكبائر الا من بعد ان سكن ابليس دمك، ولكن انت اللي فتحت الباب،
فالنفس والشيطان قد يتحالفان وكيد تهلك بندم، وقد يتخاصمان فينجو الإنسان. إلا اتفقوا عليك هاد جوج النفس والشيطان مشي تحالك صلى الله عليه، ولكن إلا الدبزو مزيان، لأن النفس قد تكون أمارة وقد تكون لوامة. ولذلك ما أبلغ قول البوصيري رحمه الله في بردته المعلومة، فيها أبيات خيبة، فيها أبيات خيبة ولكن فيها حكم رفيعة، والمؤمن من ينتقي الحق ويستشهد به. وخالف النفس، هذا كلام عجيب جدا، حكمة تشد إليها الرعان. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهني، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. فعلا هاد الجوج هما المشكل عند الإنسان، الشيطان يطرق بابه، النفس قد وقد قد تعجب بكلامه فتغتر فتفتح له، فإذا فدمرناها تدميرا. وقد تعتصم بالله وتثبت على كتاب الله وسنة رسول الله، فتغلق دونه الباب، وتكون آنئذ تلك النفس وذلك الإنسان من الآمنين. ويدخل في ذلك الشيء قول الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.